بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء، انطلاقات الأشواط العينية والسيارات مع هذه الأشواط الرئيسية. متابعين الكرام، منافسات سن الصغار، تحديات سن الحقائق، هنا مع شوطنا الخامس الذي أعلنت انطلاقته قبل لحظات. الشوط الثالث الخاص بالإبكار، سيارة في الانتظار هناك للفائز بالمركز الأول. أسير وتابع مشاهدين الكرام مقدمة الشوط هناك، بنت الشقب هنا مع البداية، مسفر بن محمد بن مسفر الجربوعي مع أول المراكز، وانطلاقة بنت الشقب ثاني المراكز. وتابع من الجانب الآخر تقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وصلت الحذرة راشد بن محمد بن سعد النابت المري هنا قادم مع انطلاقة الحذرة، وثالث الأسماء هنا يصل شعار العيدة مع أغادير عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن محمد. العيدة قادم مع انطلاقة أغادير، ولكن القادم في هذه اللحظات وصلت مشاهدينا الكرام، وصلت تعزيز محمد بن راشد بن حمد آل بريص المري هنا قادمة من خلال هذه اللحظات. وهناك من الجانب الآخر وصلت أيضا الهنوف نايف بن خالد بن سعيد آل زايد الهاجري هنا أيضا قادم مع انطلاقة شعار آل زايد هنا أيضا مع هذه اللحظات. هذه الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى تعزيز، تعزيز من عززت موقع من خلال هذه اللحظات وانطلقت مع البداية نحو الناموس. تذهب هناك تعزز أيضا هذا الموقف من خلال أيضا تواجدها على البداية، محمد بن راشد بن حمد آل بريص المري هنا مع البداية والصدارة. ولكن بشاير، وصلت بشاير عوضة بن حمد بن علي آل بريص المري هنا قادم مع ثاني المراكز والثالث الأسماء. وصلت الحذرة وحذاري من الحذرة هنا قادمة بشعر راشد بن محمد بن سعدان نابت المري. الله يا الأسماء، وهناك شعار العيدة قادم مع غادير عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد. العيدة هنا أيضا ينطلق، ولكن الوصول وصلت الهنوف هنا مع هذه اللحظات. الله القادمة في هذه اللحظات، نايف بن خالد بن سعيد الزايد الهاجري هنا قادم مع هذه الانطلاقة. ولكن الله، وتابع القدوم، وصلت التماس، وصلت التماس علي بن طالب بن علي الفيدة المري. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط مع تعزيز، مع الكيل الأخير، تعزيز على مقدمة الشوط. الله الله الله، أعلنت الانطلاق، أعلنت المغادرة، محمد بن راشد بن حمد آل بريص المري يذهب بناموس هذا الشوط هنا مع أيضا هذا الانطلاق، مع تعزيز الصدارة، تعزيز الناموس. ولكن بنت المهند قادمة من خلال هذه اللحظات، علي بن مبارك بن علي آل بريص هنا يصل مع ثاني المراكز شعار الكاموخة. ولكن تعزيز والقادمة في هذه اللحظات، وصلت النايفة راشد بن علي الحميدي بن مقارح، يصل بن مقارح يشكل الخطورة. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، بسم الله ما شاء الله على تعزيز وانطلاقة تعزيز من خلال هذه اللحظات، غادرت وذهبت بالناموس والسلامات هنا من خلال هذا الانطلاق. محمد بن راشد بن حمد آل بريص المري هنا ينطلق مع انطلاقة تعزيز. الله 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 على تعزيز وانطلاقة تعزيز هنا بشعارها أيضا المميز المعروف، هنا تنطلق مع الصدارة، انفراد على الصدارة، تعزيز مع الناموس، تعزيز مع الانتصار. والسيارة تسجل مع تعزيز، سيارة الختام هنا، وأيضا الثانية تذهب إلى ميدان الشهيد فهد الجابر الأحمد الصباح إلى الإشقاء في دولة الكويت. ثاني المراكز وصلت النايفة راشد بن علي الحميدي بن مقارح، وثالثا كان الوصول من التماس علي بن طالب بن علي الفيد المري، ورابع المراكز وصلت بشاير عوضة بن حمد بن علي آل بريص المري، وخامسا
كان الوصول مشاهدينا الكرام من مياسة محمد بن مسعود بن هادي الفهيدة المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمس الفائزة في شوطنا الماضي. أتى التعزيز وتعزز هذا الناموس وهذا الانتصار لتذهب أيضا بسيارة الختام في هذا المساء من خلال انطلاقتها وفوزها في خامس أشواطنا في هذا المساء. نتابعها مشاهدينا الكرام من خلال أيضا الإعادة كما تتابعون مشاهدي قناة الريان. هنا تعزيز هنا مع أيضا لحظات الفوز والانتصار ووصولها إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني. توقيت أيضا مميز 4:26.08 من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن حمد آل بريس المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول وصلت النايفة مع ثاني المراكز وتوقيتها الزمني 4:33 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن علي الحميدي بن مقارح على أيضا حصول النايفة على المركز الثاني. وثالثا كان الوصول من التماس وتوقيتها الزمني. نتابع أيضا توقيت التماس أربعة دقائق 33.05 من الثاني. تهانينا والناموس لعلي بن طالب بن علي الفهيدة المري.